أسرع. اشتووا Assalamu alaikum brothers, we're going to start the salah now. Please, if you're driving this car, VHZ4201, please remove your car. You're parked in the pavement. The brothers and the security downstairs said the car needs to be removed now. استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم
ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم بارك
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الرب جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. الله in this surah he says regarding ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. We have sent down the Quran in Laylatul Qadr. This night, my brothers and sisters, Laylatul Qadr is the night the Quran was revealed. And this is something that shows the honor of that night, because whatever that's connected to the Quran is honorable. Allah Jalla Jalaluhu has chosen the best of human beings to be the one that received this revelation, the Quran. And the ummah that were given this Quran are the best of ummahs, the best of nations. كنتم خير أمة أخرجت للناس. And the people that supported the deen of Allah and the book of Allah to be conveyed to humanity are the best of people after the prophets. And those were the Sahaba رضوان الله عليهم. And my brothers and sisters, and this Quran was revealed in the best of months, which is the month of Ramadan. My brothers and sisters, Allah says, "Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Even though this surah is few in words, but it's great in meaning. Look at the amount of significance that Allah mentions about laylatil qadr in just one surah. "Inna anzalnahu fi laylatil qadr." We have sent down the Quran in laylatil qadr. And Allah uses the word qadr. What does qadr mean? Allah says the word qadr in the Quran multiple times, and it has different meanings. And if you look at the beauty of this word and how Allah uses this word, it also shows you the significance of this night, because qadr is honor. It can mean an honor. It can mean sharaf. And this night is honorable. This is the night that Allah has chosen to reveal the last testament, the last version, the last risala to humanity. And another meaning of qadr is that it is the night that Allah destines. So qadr can mean destiny. And Allah in this night, فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ, Allah says. Allah says, on that night is... matters, Allah destines matters that will happen the next year. And with this night, Allah says that it is the night of Qadr. And also, it also means, which is beautiful, look at this meaning. It means, it can also mean tightness and restriction and narrowness. And how does that relate to Laylatul Qadr? My brothers and sisters, the earth becomes filled with angels on this night. That the earth becomes tight due to the amount of angels that are going to be descending on the earth. Allah says, "Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Allah says, "Wama adraka ma laylatil qadr." Even look, you might not pay attention to this, but Allah uses this words, this sentence, "Wama adraka," and what will make you know what laylatil qadr is? That already shows you that Allah is trying to say that laylatil qadr is beyond what you are thinking, assuming to be laylatil qadr. So that's why Allah had to say, and what will make you know, human beings, what Laylatul Qadr actually is?
And then Allah says to give you the significance and how virtuous this night is in the sight of Allah. Allah says, Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Laylatul Qadr is better than 1,000 nights. That is 83 years and 4 months. So this ummah, out of Allah's mercy, has blessed this ummah to do good deeds in one night, and they will get the reward of worshipping Allah for 83 years and 4 months. And this is something that Allah has given this ummah, which is something that is specific to this ummah of Rasulullah. Because nations before used to live 1,000 years, like the nation of Nuh and Adam, and Adam died at the age of 1,000. But this ummah are the ummah that have few years to live, 60 to 70 years. But Allah says, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. You are the best of nation to be raised to mankind. So Allah's, out of Allah's mercy, He allows this ummah to, with its short period of time, to do a small amount of good deeds, and Allah blesses them with years of ajr. Allah says, Inna anzallahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr. So my brothers and sisters, we have to work hard in this night of Laylatul Qadr. We have to do a lot of good deeds. And Allah says, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ. The angels descend on this night. And الروح is Jibreel. Can you imagine Jibreel that revealed to Musa alayhi salam and the prophets before? This night, if it is Laylatul Qadr, he is on the earth. Imagine Jibreel with 600 wings descending on the earth, which shows you the honor of this night. And also the angels will fill the earth with the amount of number. There's many angels that will descend on this night. My brothers and sisters, the question is now talking about the virtue of Laylatul Qadr. When is this night of Laylatul Qadr? My brothers and sisters, Laylatul Qadr, from the wisdom of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah keeps it secret. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam didn't clearly clarify what night exactly is going to be. He gave indications so that we strive every single night of these 10 nights of Ramadan. However, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam has told us that it is more likely to be in the odd nights of Ramadan, in the odd nights of the last 10 nights. The Messenger sallallahu alayhi wa sallam said, تَحَرَّوْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. Seek Laylatul Qadr فِي الْوِتْرِ, in the odd nights, from the last 10 nights of Ramadan. So there's hope that it's going to be in the odd nights of Ramadan. So that's why in the odd nights we strive harder and to catch this night. And also there is, of course, there's other hadith that indicate that it is certain nights. The scholars heavily differ. For example, 27th night. 27th night, of course, it's high likely, is the most likely to be Laylatul Qadr. However, we are not certain of this. And that's the whole point, that you strive. Look at the beauty. Allah, out of His mercy, doesn't make it clear to you what night of Laylatul Qadr is. If that was the case, you'd work hard in that night and you'd miss striving all the other 9 days where Allah could multiply the good deeds for you and all those nights. And my brothers and sisters, in that night is Salamun hi hatta matla' al-fajr, which I forgot to mention. There is on the earth peace and tranquility. There is on the earth peace and tranquility, and this is one of the signs of this night. So what are the actions that you can do on this night? The best of action that you can do that contains within it so many acts of worship is Salah of Taraweeh or Salat of Qiyam al-Layl. Why? Because this act of worship, the Messenger ﷺ said, "Man qama laylatul qadr," whoever stands the night of Qadr, iman and wahtisaban, with iman and hoping, seeking reward from Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Whatever he has committed from sins are forgiven. So, because this salah, qiyam al-layl, or tahajjud, or taraweeh, it contains a lot of worship within it. It has the sujood, which is the best act of worship. أقرب ما يكون عبد لربه وهو ساجد. The closest the person will be to Allah is when he is in a state of prostration, sujood. So he has that sujood, and he also has that ruku' and qiyam, which is the best act of worship, which is salah itself. And now he also has وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. He has also Quran. Quran itself is
a worship that is separately is the Quran is المتعبد بتلاوته, is the one that you attain rewards by just reading and recitation. There's a hadith this week, not hadith this week, but is narrated to Imam Ahmad. Even though the scholar differ in its authenticity, Imam Ahmad saw Allah in a dream and spoke to Allah 100 times or 99 times. And then the 100th time he asked Allah, what is the best act of good deed that I can get closest to you? And then Allah answered, my slave to read the Quran. Imam Ahmad said, with understanding or without understanding. Allah said in that dream to Imam Ahmad, with understanding or without understanding. Because the Quran itself, reciting it is worship. So with this salawat that we are, for example, observing and praying, there is all these types of worship. Also, there is humility. There is khushu', which is the best, greatest acts of worship. Because khushu', Allah says, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. The messengers, when they are mentioned in Surah Al-Anbiya, Allah says, إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. They used to hasten to do good deeds. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا. And they used to call on us in a state of fear and hope. Allah says, وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. And this is something that they were all in common. The messengers and the prophets. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. And they used to show humility before us. They used to show humility before us. Look at Surah Maryam. Allah says, when Allah mentions أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّ. And then Allah says after that these two, Shaykh Muhammad, what is the last ayah? What is the ayah before? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إبراهيم وما هدينا واجتبينا إذا look at this إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. When the verses of Allah were recited to them, خروا سجدا وبكيا. They used to fall in prostration and they used to cry and weep. This خشوع is something that you can attain during salah. Allah says قد أفلح المؤمنون. Indeed they have succeeded الذين هم في صلاتهم خاشعون. Those that show humility in their prayer, they focus in their prayer and they are humble in their prayer. So my brothers and sisters, I don't want to make it long. Just two or three good deeds that you can do as well in this Ramadan is dua, in this night is dua. Aisha radiallahu anha, she asked the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, عائشة رضي الله عنها, she said, قلت يا رسول الله, I said to the messenger, oh رسول الله, أرأيت إن علمت, if I came to know this night, أي ليلة القدر, ما أقول فيها, what shall I say? The messenger صلى الله عليه وسلم said, قولي اللهم إنك عفو, say, oh Allah, you are the عفو, تحب العفو, you love pardoning, you are the pardoner of sins, and you love pardoning, تحب العفو فعفو عنا. We might say, I might tell you to say these words or encourage you to say these words, but what does afu mean? Afu is different to other names. Afu is that Allah pardons, and when He pardons, He's not going to mention that to you again. You know, the human beings, if you're forgiven, if, for example, someone you've done something bad to, and they forgave you, but they're going to mention it to you after 5 years, right? After 1 year. They're going to say to you, yeah, wallah, that day, subhanAllah, man, you done me really bad. But you forgive me. Yeah, but subhanAllah, I forgive you, but subhanAllah, that day. But Allah is not going to say that to you. أَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَا لَا ذَنْبَ لَهُ. The one who repents from his sins is as he has never even sinned before. So when you are in front of Allah, Allah basically treats you as you have never sinned. Allah says, وَهُوَ الَّذِي يَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ. He is the one that accepts repentance from slaves. He is the one that accepts repentance from slaves. وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ. And he pardons. Look, وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّئَاتِ. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. And he knows what you do. He knows that you sin. He knows, but he still says to you, إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. You sin day and night. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. And I forgive all sins. فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ. And Allah says, يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. If your sins were to reach the sky, the clouds, ثم استغفرتني غفرت لك. And you came to me asking forgiveness, I would forgive you.
So we always have to strive and seek forgiveness in these blessed nights of Ramadan, and it's particularly these nights of Laylatul Qadr. This is the greatest of opportunities that Allah has granted us. So we should strive. We're all in this journey, my brothers and sisters. I'm not better than any of you. We're all in this journey. It's just that I happen to be that one of us has to remind each other about Allah, right? So we're all in this journey. We have to aid and assist one another towards the khayrat and to ask forgiveness and to strive. So wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum, brothers. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Sheikh Muhammad for that beautiful reminder. All of us needed that. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him. Brothers and sisters, we don't like doing this announcement, but we have to do this. Nissan Micra EK08 UWL. Nissan Micra, red car. You're blocking the whole car park. And you parked in a space and no one can get out. Please and please remove it. If you're a sister or a brother, please remove that car now, ASAP, before the salah. Barakallahu feekum wa jazakumullahu khair. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ثم أنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين
وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده لك الحمد
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. تحية لله. السلام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم من يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل
أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد إنك خير طيب المبارك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإن
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. طيب. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. تحيات الله. صلاة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. قوموا إلى الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلناه
في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الشاكرين. اللهم يا الله، اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وأولادنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.